الطقس ودرجات الحراره ونشوف كده الدنيا ايه الاحوال الجويه. امبارح يا اسماء الجو كان حر شويه ولا اتهيأ لي؟ لا احنا شمس الحمد لله، انا عايزه الحر وعايزه الشمس. فاحنا بنتكلم الحمد لله ان الجو عامه هيبقى مشمس ودرجه الحراره دافيه في جميع الانحاء. خلينا نبتدي بالقاهره. كل بنتكلم عليه بقى مشمس علشان يعني بوجه عام. القاهره 24/12، اسكندريه 22/9، مرسى مطروح 21/11، الغردقه 26/14، شرم الشيخ 26/17، اسماعيليه 23/8، بورسعيد 20/14، السويس 24/10، استلم الصعيد بقى يا محمد. استلم الصعيد، خط الصعيد، اروح انا خط الصعيد ونروح نشوف كده مع حضراتكم. منيا 24/10، سوهاج 27/9، 28/9، الاقصر، اسوان الجميله 29. على فكره دي اعلى درجه حراره على مستوى الجمهوريه، يعني اسوان دافيه مشمسه وجميله 29/13، العريش 21/6، نخل 22/8، طابه 24/10، الطور 23/10، عندك سانت كاترين كاترين 20/4، مرسى وعالم 24/14، سلاتين 26/15، حلايب 24/17، وسط الدلتا 24/11، دمياط 20/14، بلطيم 20/11، الفيوم 25/10. مره ثانيه كل ده مشمس، وهنلاقي الجو عامه في جميع الانحاء دافئ، وجنوب الصعيد شديد البروده، لكن في شبوره مائيه نخلي بالنا اللي بينزل صحيح. بدري على السواحل الشماليه لوجه البحر للقاهره، مدن القناه ووسط سيناء ومصر الوسطى. حاله البحرين المتوسط والاحمر معتدله، يعني اللي عايز بقى بيصيف، مش بنقول بيصيف، بيطلع بقى رحله اليومين دول، سواء بقى الغردقه شرم الشيخ، عايز يعمل رحله في البحر، يعني هيلاقي الامور لطيفه جدا، ممكن تبقى رحله صيد لطيفه جدا، يعني الجو الحمد لله معتدل ودافئ. يعني امبارح فعلا حسينا الجو، درجات الحراره بدات لطيفه، ومن يعني من الظهر كده كان الجو ما فيش فيه لسعه البرد المعتاده، بس برضو خلوا بالكم ما تامنوش قوي الجو ده، يعني ما حدش يبتدي ايه يامن كده ويخفف في لبسه، لانه امبارح الناس قالت لا ده الجو بدا يحر، لا احنا لسه الشتاء شغال معانا قدامه شويه حبه حلوين كده، فناخد بالنا انه لا لسه الدنيا مكمله معانا شتاء، وممكن يبقى في موجه برد الفتره اللي جايه. لكن على اي حال الجو مشمس على كل محافظات مصر، يا رب دايما يبقى الجو دافي وجميل.